كلي واحد بقى واحد قوة كله بكون صدق يا تمانكي يهيس يسوس على الله بكون أفرج تمانك كلي واحد قبض على الله بكون يسوس على تمانك واحد عالم يوفى فاين دوا بديني أول تبين سو تشولي أنا بيو دميو ما تشولي في سو مسانيد ولا سمي هيكس يا بسونا كلي واشح ودمي بدوميها بدل ما نقول هذا يجاكم بحيث تفاصيله يا دوب دون ساك هذا دوانا أنا أعطاني يا كورن كهالله أو خصيصهم كهرداء برنامج كميش الأوضاع وحوي محاي دخل جوا خلايا واحد شراء وحياته دخل جوانا كنا جيل لهم وأنا نديس الشيرون وحياته ونديس وما يمكنسينا يا واحد تفاصيله دم بدوميها ليش رح يدوم واحد كم إذا هو عليه بيجي هن كلو ريشي تو خلايا واحد نجيل لهم وطهيه دوا خلنا كعبركتهم واحد شلو بيجي بدل أولي تلفلو ريشيو طفين وطهيه وكواش تو عم إنتي عن كبر تين ماشي شوي دبعتوي كوبدين عرقني أي كم تاي طفين وطهيه وهالستان مشهر الإنسان يقف كلا تشغلي أدري بيجي مشهر أشهر الإنسان يا لابد يقف فاي سوق أبسطان يا ماشي وراي واحد أشهر أنا بشرة إنا إنه طهيه ده متشوي كاي كواهستان لحن الشغل بدهود الكشر الإنسان بسكون بقول كيف لحن ما مسمين صوت هو دكت وجب ده يدور ده سايس تقف ولا من وطاي كوهايستا سو وطاي اللي كوهايستا تقف كل شيء دي بلوجة يمنا يا روا شرعيين يا أنا واحد أنا ما خش شرعي جدا تقف كات دم بيا شرعي اسمه مشتوم ما ماشي ليه رانا يا تاسوا تا وواحد يا بعد الدخل يكون مين وبنان تاعي واحد كلو وشلون هو هاي كلو ولي تشيلته تقف كقولي يمشي يا قولي جاو يمشي روح لقيا ما يحب تقف كلو كوهايستا وأرضية تكون بحيوة. فلي كان معين حتى يسوق بسلام. لأن القف كيف هيك ما يجي يسوق ما مرة عينا. لأن القف كون ما يجي يسيق هو اللي كتما يشوف يبصر. كل يوم واحد كذا ده يروح له قصة ما يستر. وين هو كذي الفيل كوه هاي يستر. ثار ما حلينا هاي. والقف كون ترى جست الشك هو كده صاير. هالوش الحيوي هاي ما. واحد كلو كذا غير شيء ضوء كله. المجال يجيت كاوي كش أنا إما كسمين وجيل اسمه نوي كده كش دين بوستيس وحلا يجيل شيء وطول كشيا ديرك ويا دير لها إكتان ويا دير كله أكريستان ديرك من هذا الحميين شرف يقول في خو بلو جيل اسمه كان لباسي كان لباس بيبو الجاني ما يروح كم رياض بتشوفه تاسوا تاسي وأنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 أن المسلمين وحن شيلو وحبك كتبوا وياه وحن سوينا يا طلاب شق وافسن كذامو كل واحد ميز توتوسن تيجي فوليفا تدوبية هذا ما مش رح يدونا هنا الهر جريني كوان كي برجع ولا وريشي أو قعدت هالدولة بدي بقول صار نقضي هنا بدي بقول عرني برا في كيس دي شرق عليا حي ما قلت لك وحن كلام أنا هنا فرق وصمنا مك وريشي توصمنا يي مشروع خصيصة سانيتيشن كا أو أجريمة كمية كي هو رمام كي هو رجع ولا جري كمبيني كا أنا قلنا أنا سمعني كوريشين في وأنا دون إنه بالقشن كا إن بدل بالقى عوضي إن أنا تذكر تصنع إن أنا كورناي قشن إن أنا كورنا عندي كوه هون إن إنا كوريشين ما دام اللي دون يا وحياة دورة الحقيقة بدي إن أنا نقول له ورينا يمك أو دكتور هذا حسين الحائط هو أحب رشل أوردر على وريج إنه وحياة بحياة أساس جاي أوردر إن حاجة عفمات هو كله وحياة به أي دولة الحق من يصير إن هو سلوس ده دجيو أو أي دولة ده هو سقطان أجريم كاسينو رعي أو شو أسير دولة نينا نقولونا تبي ده إن وحياة بها قوله أنا قاعدني وحكى كله كم ده إن مشروع كستا أول الدنيا سومالي لان إلا قفل اليوم واحد نقطين دي مدر بورة ما إلا قرد يقو إن هول مورال إن واحد لو ضايدو أو إلا لقو تجابي مشروع وإي واحد إن واحد لقو فانوي نو نقضي شابا شركة بيها يا شابا
oo maanta horumar laga gaaray. Maanta waxaynu qoreynaa in horumarka laga gaaray ay noqoto wax walba in lagu daydo. Iminka dhammaystirno oo gacanta ku jira oonu gacanta ku hayno, sida wadada iminka halkan dhinaca naga maraysa iyo wadada Sheekh Cali Jowhar oo runtii dib nooga yar dhacday, anan laakiin doonayna weyga inaanu bilowno hadduu Ilaahay dhaacdo. Dib bay u dhacday laakiin duruufo jira awgeed. Laakiin waxaan doonaynaa iminka sida ugu dhaqsaha badan inaanu bilowno, waayo waqtigii laga faydisin. Gacantaanu ku hayna wadada kasoo bilaabmaysa dhigta ilaa ku dhaadhacaysa sidaan idiin sheegay. Halkaa jeerka ka dhaadhacaysa kadibna wadada aynu doonayna inaanu ku sii xulno. Waxyaabaha aanu doonayna inaynu ka hadalno haddaba ee u baahan inaanu wax ka qabanno sanadkan noo qorshaysan laga bilaabo January-da maanta aanu ku jirno oo la sameynayo feasibility study, macnaheedu qiimeyntii guud, waxaana siduu hirgal karaa sidaan u hirgeli karin ilaa hay-adaha wax ayaa naga caawinay inta badan. Hay-aduna waxay bixinaysaa, annaguna waxaanu bixinaynaa markaa mashaariic la fulinaya, waxa weeyaan waxyaabo la isku daro contribution. Waxyaabaha daba noo qorshaysan qabyada noo ah ama aanu qabyo ka dareemayno ama aanu doonayna iminka inaan bilowno MCHka iminka idin sheegayay baaqi naga dhimo, waxaan doonaynaa horta inaanu dhammaystirno haddii Ilaahay raado. Saddex iskuul waxaanu doonaynaa inaanu ku darno kalaaso dheeraada. Markaan assessment ku samaynay waxaanu ogaanay inay cidhiidhi ku tahay ardaydu, waayo sida caadiga ardaydu afartan qof wax ka badan galas ma fadhiisan karaan. Kalaas waxaanu aragnay ay fadhiyaan lixdan, shan iyo lixdan, toddobaatan, konton, afartan inay ka bataanna ma xataa macalinkaana waxba fahamsii karin oon kontrooli karayn maskaxdooda. Waa waxaa la doonayaa tenshankooga in dadka la soo jeediyo, maadaama nooca ay tahay mas-uuliyaddeedina annagana saaran tahay. Waxaan ugu talagalnay iskuulada noocaas oo kale ah inaanu egestashi ku samayno. Waxaanu ugu talagalnay oo kale waad aragtaan marka cashuuraha ama wacyigelin la samaynayo gaadiidka, hal xaajid oo Ciise Axmed Nuur Ciiseen dhayara Chicago ninka u taqaana inaa soo yibiyey ayaa weli albaabada lagu guraa, korba meel bay la fadhiisataa. Tiina waxaanu doonaynaa inaanu u yibino xaajiyad laba gaari oo bigkaaba inaanu yibino hadduu Ilaahay raado, si looga maarmo xaaladda caynkaasa marka kormeer la samaynayo ama gaadhiga makarafoon la saaro. Hal gaadhi baa lahaya xaajeeda ama gurmad kaleba. Haddaan doonayno booliska halkan waa rug boolis inay hawlgal sameeyaan, waa inaan doonayno gaadhi boolisku leeyahay ama gawaarida kale maamulku wato, waa inaan mamad siino. Wax kaloo ka soconaya ma jiraan. Taana inaanu ugu talagalnay gaadiidka inaanu iibino markay ugu yartahay laba gaadhi oo bikaaba. Waxaan nidhi horta halkan unyo inaan haddana ku koobnaanine baldoorkan aynu dibadda uga yar baxno. Waxaan ugu talagalnay inaanu dhisno laba saldhig oo midow ku yaallo degmada Bon. Runtii dadku waxay haystaan gobolka Sirin, culayskeeda anagu munaayso. Maanta hadday wax ka dhacaan shidaalka iyo umuurta iyo gurmadka baa lagu barana weydiiyaa. Haddana waxaa lagu oranayaa waa gobolka Sirin. Sirin waxba waruma hayo runtii. Annaga uga dhow dibteedii annaga nagu dhacdaa, annaga u gulmanaa. Marka inaan ka dhisno saldhig, saldhigna inaanu ka dhisno idan, waa laba saldhig boolis. Dayactirka laamiyadii hore waad ogtihiin oo dhinacyadii geebigooguba ka soo rifmeen. Hawsha waanu qaybinay, waxaan idhi godadka inta badan waxay dhibaan korikorida iyo waxyaabaha. Waxaan idhi daamurkii waan u dhiibnay iskaashitada baasha bashaashleyda ayaanu nidhi wataadwakaa gaamurkii, idinku waa inaad godadka yar iska buuxisaan oo hawsha iyagaanu xilsaarnay. Annaguna waxaan doonaa markaa dariifyada awlaami uu ka rifmayo inaanu dhammaystirno oo aanu noqdo markuu ugu yaryahay marka horeba dawa iska koobnaayeene laba haad oo la isku dhaafi karo inaanu ka dhigno. Waxyaabaha aanu ugu talagalnay sanadkan 2014 inaan qabanno waxa kaloo ka mid ah wadada Sheekh Cismaan, wadada Sheekh Cismaan oo aanu doonayno inaanu iyadana dhammaystirno sidaan idiin sheegayey. Waxa kaloo iyadana aanu doonaynaa Qoorgaab Gelder Road inaan iyadana ku darno hal kilomitir oo kale wadada soo wareegaysa ee ilaa jaamacadda isku soo xiraysa. Waxaan doonaynaa iyadana inaanu dhammaystirno haddii Ilaahay raado. In waxa kaloo iyaduna hawsha ugu weynayd ah oo culayskeeda marnaba aanu ahayn
وبشرة كقرصون وعقدتين إجستش كبيها عافضة هي يا أبو وقابس ما كيقول سينو نبي عبش إنه سوق الدين وأنا تحقرني شابة ما نقول هذا لي وأنا أصله قراني وكواح أنا أصله قراني عيال كأيمك على سمينا يو إيه اللي نيجي يو إن أردالة وشيسة إن لوجا قاضي بيت بيت كمرت اللي جي يو هي يا أبو إن هذا نهار كهذا اللي جي يو إلا هم كأي أو بقولي كنت كويس إلا إن بعشان أتكلم لا لو بقول إيه شر قولي أكاد اسمعي أنا وأنا مجارك على روتيش إن واحد كلا يدنا ماشي بجركه